الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي. البرهان يؤكد حرصه على مواصلة الحوار مع كافة الأطراف لتحقيق الانتقال السياسي بالسودان. وبايدن يجدد مطالبته لروسيا بالالتزام بالدبلوماسية بشأن الأزمة مع أوكرانيا ويحذر من عواقب أي هجوم محتمل. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي اجتماع آخر بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ولتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلاً عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلاً عن دوره الهام في توفير أفضل الخدمات للمواطنين. كما وجه السيد الرئيس بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل. وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور عمرو طلعت عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز محور بناء الإنسان المصري، والتي شملت سير العملية الدراسية في جامعة مصر المعلوماتية والمنح التي يتم تقديمها في هذا الإطار لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بها، فضلاً عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفي إطار جهود الحكومة للتحول الرقمي، عرض السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورات تنفيذ مبادرة مصر الرقمية التي تهدف لدعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما يتعلق بإعداد منظومة الامتحانات الرقمية وميكنة المستشفيات الجامعية، فضلاً عن استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة. وفيما يتعلق بجهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، استعرض السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعي إنتاج كل من الحاسبات اللوحية والكابلات الألياف الضوئية، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، حيث عرض السيد هشام توفيق مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصة ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية،
والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام وميكنة إجراءات العمل وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفعالية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية. كما عرض وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتعظيم استخدام سيارات الركوب الكهربائية على مستوى الجمهورية، وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية، مع الأخذ في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً، على أن يتم العمل في هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تخصيص حافز أخضر لمالكي السيارات الكهربائية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مناقشة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة والاستمرار التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بتعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة. من جانبها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد، مؤكدة رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة، ومشيدة في هذا الإطار برؤية الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد والجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب وتجربة مصر الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأضاف متحدث الرئاسة أن الاتصال تطرق إلى عدد من القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكدت فوندرلاين على اهتمام الجانب الأوروبي بالتنسيق الجاري مع الرئيس السيسي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، وكذلك فيما يتعلق باستضافة مصر لقمة المناخ العالمية كوب 27 العام الحالي. وأوضح المتحدث أن الرؤى توافقت حول ضرورة استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر وتكثيف التعاون بين الجانبين، سواء على المستوى الثنائي المباشر أو في إطار المحافل الدولية، بهدف العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة وصون السلم والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق المتوسط، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لأبنائها. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة وزيادة معدلات الإنجاز في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله هذا المشروع الحيوي من أهمية كبيرة. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، حيث أوضح مدبولي أنه يحقق مكاسب عديدة لمنظومة الري في الدولة بصفة عامة وللمزارعين بصفة خاصة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف العمل على وصول المياه لنهايات الترع، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة ولتوفير فرص عمل جديدة للشباب. هذا واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه أعمال التأهيل في عدد من المحافظات، فضلا عن التجهيزات المتعلقة بالإعداد لعقد مؤتمر المناخ لعام 2022 كوب 27. انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون 22، والذي يستمر لعدة أيام بعدد من القواعد المصرية وبمشاركة عدد من الطائرات المتطورة مختلفة الطرازات.
ويتضمن التدريب مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية، والتي تتناول التدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة بغرض توحيد المفاهيم القتالية الجوية بين البلدين، فضلا عن التدريب على مختلف أساليب القتال الجوي، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والفرنسية وصولا لأعلى معدلات الاستعداد القتالي. اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك مورغان 17 والذي استمر لعدة أيام بالسعودية، ويأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية. اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك مورغان 17 والذي استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية. تضمن التدريب تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية، وتنفيذ استطلاع تكتيكي ضد الأهداف البحرية، وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، كما شمل التدريب تنفيذ عناصر القوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية عدة رمايات بالأسلحة الصغيرة والقناصة، والتدريب على أعمال اقتحام المباني والتي أظهرت ما يتمتع به الجانبان من كفاءة قتالية عالية. حضر المرحلة الرئيسية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات العليا خريجي الجامعات الحكومية والخاصة ذكور للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة. صرح بذلك مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات العليا خريج الجامعات الحكومية والخاصة ذكور للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2022. صرح بذلك مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية، وسيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، وحتى يوم الاثنين 14 فبراير 2022، وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على الانترنت tansiq.mod.gov.eg اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة
في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 367 عنصراً إجرامياً بنطاق 21 مديرية أمن ومصرع 2 من العناصر الإجرامية، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، مخدرات، سلاح، سرقة. وضبط معهم 275 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 51 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 896 قطعة سلاح ناري، أبرزها 137 بندقية، 64 بندقية آلية، 46 مسدساً، 649 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و80 خزينة، إضافة ل 1263 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 489,865 حكماً قضائياً بإجمالي 35,492 متهماً، من بينهم 1,929 حكم جناية و 177,182 حكم حبس و 244,793 حكم غرامة و 65,961 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 9 تشكيلات عصابية ضمت 31 متهماً قاموا بارتكاب 84 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 55 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 141 متهماً، كما تم إعادة 8 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1345 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1506 متهماً وبحوزتهم أكثر من 145.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 2732 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر. كما تم ضبط كمية من بذور القنب المخدر وزنت 100 كيلوغرام، وكمية من مخدر الهروين قاربت 27 كيلوغرام، إضافة إلى حوالي 15 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 11,816 قرص مؤثر و 4,560 قرص ترامادول مخدر و 9,845 قرص كبدجون مخدر و 3 كيلوغرام لزات المخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 48 مليون جنيه. كما تم ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.
أعربت مصر عن بالغ إدانتها لإطلاق قوات الحوثي لصاروخ باليستي باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضه وتدميره. وشددت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية على رفضها الكامل لتلك الأعمال الإرهابية وما تنطوي عليه من تهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدة على تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. أدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات استمرار قوات الحوثي في إطلاق صواريخ باتجاه دول المجلس بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية. وأكد الأمين العام للمجلس نايف الحجرف أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها قوات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وباتخاذ موقف حاسم تجاه قوات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية. أدان البرلمان العربي بشدة إطلاق قوات الحوثي صاروخا باليستيا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد البرلمان العربي أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددا على أن هذه الأفعال لن تثني دولة الإمارات عما تقدمه من خدمات إنسانية لشعب اليمن الشقيق. وحمل البرلمان العربي المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة لاتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على حرصه لمواصلة الحوار مع كافة الأطراف لتحقيق الانتقال السياسي بالسودان. وقدم البرهان عرضا لوفد الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا إيجاد الذي يزور السودان حول تطورات الأوضاع السياسية والجهود المبذولة لتجاوز الأزمة السياسية التي يشهدها السودان. من جانبه قال السكرتير التنفيذي لإيجاد، قال إن الغرض من الزيارة هو بحث التحديات السياسية التي تواجه السودان، ليس بوصفه رئيسا لإيجاد بل لكونه عضوا فاعلا في المنظمة، وكذلك للوقوف على حقيقة الأوضاع في السودان. وإلى العراق، حيث أعلن مجلس النواب العراقي أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. وأوضحت الأمانة العامة للمجلس ترشح 25 شخصا لمنصب رئيس الجمهورية، بينهم الرئيس الحالي برهم صالح ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري. إلى الأزمة الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها يواصلون الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة على صعيد الأزمة الأوكرانية. وأضاف بايدن أنه إذا كانت روسيا ملتزمة بجدية بإزالة المخاوف الأمنية عبر الحوار، فإن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها الانخراط في هذا الحوار بحسن نية. أما إذا اختارت روسيا التخلي عن الدبلوماسية ومواجهة أوكرانيا فستواجه عواقب وخيمة. بدوره دعا وزير الدفاع البريطاني بين والاس إلى نزع فتيل الأزمة الروسية الأوكرانية حماية لاستقرار المنطقة. وقال وزير الدفاع البريطاني إن التوترات بين روسيا وأوكرانيا تقود إلى زعزعة الاستقرار بدرجة أكبر ورفع أسعار الوقود وزيادة تدفقات المهاجرين. وأبدى بن والاس دعمه للزيارة التي يعتزم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القيام بها لروسيا لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أنه يتعين خفض التصعيد والوقوف إلى جانب حق أوكرانيا في السيادة على أراضيها. أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد يهدف لتجديد العقوبات التي يمكن للندن أن تفرضها على موسكو إذا ما شن الكريملين هجوما عسكريا على أوكرانيا. وقالت تراس أمام مجلس العموم إن مشروع قانون يشدد نسبيا على الموقف البريطاني حيال التحركات الروسية تجاه أوكرانيا، موضحة أن هذه العقوبات قد تستهدف عددا أكبر من الأشخاص والشركات بناء على أهميتهم بالنسبة للكريملين.
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب من الولايات المتحدة. وخلال الجلسة حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، حذرت من أن هناك مخاوف وغموضا بشأن احتمال المواجهة العسكرية، مجددة تأكيد الأمين العام على أنه لا بديل عن الدبلوماسية والحوار. كما جددت روزماري دعوة الجميع للامتناع عن الاستفزاز وإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية وخلق ثقة متبادلة لحل الأزمة. من جانبها أكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد أن أي هجوم محتمل على أوكرانيا يمثل خطرا على أوروبا والنظام الدولي بأكمله. الوضع الذي يواجهه في أوروبا وضع خطير وملح. This is as clear and consequential a threat to peace and security as anyone can imagine. In the wake of World War II, the Council was formed to address precisely the kind of threat that Ukraine now faces. As Article 39 says, the Security Council shall determine the existence of any threat to the peace. Thus, our charge is not only to address conflicts after they occur, but also to prevent them from happening in the first place. This is why today's meeting is so crucial. Russia's aggression. من جهته أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا أن ما وصفه بالتأجيج الهستيري يؤذي أوكرانيا. كما دعا نيبيزيا الجميع للتحلي بالموضوعية وعدم استخدام منصة مجلس الأمن لبث الدعاءات. مؤخرا شهدنا وضعا غير معتادا حتى بمعايير عصرنا، حيث قامت الولايات المتحدة أو حيث قمنا في الماضي ومؤخرا بنشر قوات روسية داخل أراضينا، ولم تتسبب عمليات النشر هذه في الماضي بأي ذعر. نشرنا قواتنا في سكناتهم في أراضينا داخل الأراضي الروسية. أعلنت الشرطة الألمانية عن توقيف مشتبه به في قتل شرطيين اثنين بالرصاص أثناء عملية التدقيق في الهويات. وأوضح المتحدث باسم الشرطة الألمانية أن المشتبه به الموقوف يبلغ من العمر 38 عاما. أصدرت الشرطة بحقه مذكرة بحث، مشيرا إلى أن التحقيق معه لتحديد ما إذا كان هناك لديه شركاء. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن حكومته تتجه لسن قانون جديد يتيح للمملكة المتحدة تغيير أو إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي التي ما زالت قائمة. وأفاد جونسون في ذكرى مرور عامين على دخول بريكزيت حيز التنفيذ، قال إن الفوائد الناجمة عن الخروج من الاتحاد الأوروبي ستضمن للأعمال التجارية إنفاق المزيد من أموالها على الاستثمار والإبداع وخلق فرص العمل. كما ذكر جونسون أن قانون حريات بريكزيت الجديد سينهي الوضع الخاص الذي يحظى به قانون الاتحاد الأوروبي الذي عفى عليه الزمن على حد تعبيره. نشر التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. رئيس الوزراء البريطاني يعتذر عن طريقة إدارة الأزمة بشأن إقامة حفلات خلال حظر كورونا. إلى تطورات فيروس كورونا، حيث قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتقبل نتائج التحقيق بشأن إقامة الحفلات خلال فترة الإغلاق، مضيفا أنه يعتذر عن طريقة إدارة الأزمة. وخلص تقرير داخلي حول الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية في ظل جائحة كورونا، خلص إلى وقوع أخطاء في القيادة وفي التقدير وفي داونينج ستريت، وفق ما أعلنته كبيرة موظفي العموم سو جراي. وجاء في التقرير الذي تسلمه رئيس الوزراء البريطاني أنه حدثت إخفاقات في القيادة وفي التقدير من جانب الحكومة في أوقات مختلفة،
مؤكدا أن بعض الأحداث ما كان يجب أن يسمح بحدوثها. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الحكومة الروسية لم تناقش أي خطط لرفض إغلاق تام في جميع أنحاء البلاد لمواجهة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقال متحدث الرئاسة الروسية إن مسألة فرض إغلاق تام في أنحاء البلاد ليست على جدول الأعمال ولم تتم مناقشتها. وأضاف بيسكوف أن بلاده فقدت الكثير من المواطنين نتيجة لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لتقليل عدد وفيات كورونا هي التطعيم. أعلنت السلطات الإندونيسية أن جزيرة بالي ستفتح أبوابها تدريجيا أمام جميع المسافرين الدوليين اعتبارا من الرابع من فبراير المقبل. وقال الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا لوهوت بانديجيتان في مؤتمر صحفي أنه تم تقليص الفترة الزمنية للحجر الصحي لفيروس كورونا للمسافرين الذين تم تحصينهم بالكامل من 7 إلى 5 أيام. هذا وكانت الحكومة الإندونيسية قد أعلنت في أكتوبر الماضي أن بالي التي شهدت تضرر قطاعها السياحي بشدة بسبب الوباء ستعيد فتح أبوابها لبعض الوافدين الدوليين. بدوره أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه لا يفكر بعد في إعلان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو في ضوء الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا مدفوعة بمتحور أوميكرون شديد العدوى. تأتي تصريحات كيشيدا وسط تزايد الضغوط على الحكومة المركزية لإعادة فرض حالة الطوارئ مرة أخرى في العاصمة، حيث بلغت نسبة أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى كورونا نحو 48.5%. وحاليا تم وضع طوكيو و 33 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان في حالة شبه طوارئ تسمح للسلطات المحلية بمطالبة المطاعم والحانات بتقصير ساعات عملها. واصل مجلس الشيوخ استكمال مناقشة مشروع قانون العمل، وقد شهدت الجلسة استعراض بعض التعديلات التي تقدم بها عدد من النواب حول باقي مواد مشروع القانون. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة مشروع إصدار قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل. وكان المجلس قد وافق في جلسته التي عقدها أمس على مواد القانون حتى المادة 152. وفي بداية الجلسة أحال المجلس عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها وما جاء بها من توصيات. هذا وقد شهدت الجلسة استعرض بعض التعديلات التي تقدم بها عدد من النواب حول باقي مواد مشروع القانون. الباب الثاني، المحاكم العمالية المتخصصة تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون التي ترفع عليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية إلى آخر ما جاء بنص المادة. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم الإنتاجية. وقبيل رفع الجلسة وافق المجلس على الباب الخامس من مشروع قانون العمل والخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية. ضروري جدا نزود بند أو نستحدث بند على هذه المادة ونصه كالتالي: توفير خدمات الكشف على الصحة النفسية للعمال وتقديم الدعم والاستشارات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة. ده فندم هيكون ضمانة للعمال وضمانة للمصانع والشركات على الكشف
المبكر عن أي حالات ممكن تكون بتصاب باكتئاب أو بأي ضغوط نفسية. وفي نهاية الجلسة تمت الموافقة على المواد حتى المادة 245 على أن تستكمل مناقشة باقي مواد القانون خلال جلسة قادمة. قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إن قانون العمل الجديد سيعطي الكثير من المزايا لطرفي العملية الإنتاجية، وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن القانون يشجع على الاستثمار. قانون العمل اللي في وجهة نظري هيحدث نقلة حقيقية في بيئة الأعمال والعلاقة ما بين أصحاب العمل والعمال، لأنه قانون كنا حريصين اثناء النقاشات في لجنه الطاقه والبيئه والقوى العامله على احداث حاله التوازن. احنا هدفنا في النهايه جذب المزيد من الاستثمارات للدوله المصريه، وده احد اهم القوانين اللي بينظر لها المستثمرين لو بيفكر يكون عنده بزنس في مصر. والحاجه الثانيه الحفاظ على العمال اللي هم العمود الفقري للدوله المصريه، اللي بنتكلم على ملايين من العمال واثرهم هيتاثروا بهذا القانون. هذا القانون فرصه تاريخيه لاصحاب العمل، لأنه ينظم العلاقة بين صاحب العمل وبين العامل بدقة متناهية وبشفافية تامة، وحرص في المقام الأول على أن صاحب العمل لا يضار في استثماره ولا في ماله ولا في منشأته. قانون العمل قرب مجلس الشيوخ للانتهاء منه، اعتقد فضل جلسة تقريبا وهننتهي من مناقشته. لحد الان هو بيمنح الحقوق لكلا الجانبين للطرفين، سواء كان اصحاب العمل او العمال في نفس الوقت. والحقيقة انه هو بيوفر يعني الحقوق بالنسبة لإجراءات التقاضي، بالنسبة لإجراءات الفصل التعسفي، فأدى للعمال الكثير من المزايا، وبالتالي وأيضا لصاحب العمل، بحيث يحصل توازن في ما بين الطرفين. بصراحة بوزل في هذا المشروع قانون جهد كبير جدا من الحكومة، من لجنة الطاقة والقوى العاملة أخذت فيه قطعت فيه شوط كبير جدا، لأن مواده 267 مادة، عدلوا في حاجات كتير جدا منها، يعني قللوا من جهد على المجلس، ولما نزل الجلسات برضك ما عداش بسهولة، لأن كل الأعضاء ناس كوادر واعية ومدركة أهمية هذا القانون. تقدم النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ باقتراح برغبة لتفعيل وتطبيق نص المادة 26 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات. فكرة المادة 26 كانت بتخص نسبة 1% من فائض الموازنات للمدارس، ان هي بتطور نفسها وبتعاقد مع مدرسين متخصصين، فكان مقترح برغبة في مناقشتنا للحكومة ان تفعيل المادة والأثر المترتب عليها ده امر مهم جدا ان احنا نفعل المادة، وكان في استجابة من الحكومة بتفعيل نص المادة وإعادة تشكيل لجنة جديدة لصياغة القرار الوزاري، واحنا في انتظار ان شاء الله القرار الوزاري الجديد لتفعيل المادة، وننتظر القرار بشكله الجديد. التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب مع وزير الشباب والرياضة الفلسطيني جبريل الرجوب. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الرياضية والشبابية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تفعيل تبادل الوفود الشبابية بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وخلال اللقاء أكد صبحي أن الحكومة تعمل في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف ودعم التعاون المشترك خاصة مع الأشقاء العرب، وذلك امتدادا للموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية. استضاف مجلس الوزراء اجتماعا للمجموعة الثانية من وفد مساعدي أعضاء الكونغرس الذي يزور مصر حاليا
لإطلاعهم على عناصر المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. وخلال الاجتماع استعرضت مساعد أول رئيس الوزراء رندا المنشاوي تفاصيل مبادرة حياة كريمة وما تشتمل عليه من تدخلات تنموية ومشروعات بنية تحتية تستهدف تحسين مستوى وجودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن في ريف مصر. من جانبه أثنى وفد مساعدي أعضاء الكونغرس على ما تضمنه مبادرة حياة كريمة من منظور تنموي متعدد الأبعاد، مؤكدين أن تنفيذ المبادرة بهذا الشكل سوف يسهم وبشكل إيجابي في تحسين الظروف المعيشية لملايين السكان. افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي أنشطتها بالدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية. يأتي نشاط وزارة التضامن الاجتماعي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستكمالا لحملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل، افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي أنشطتها بالدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية. الحقيقة احنا بنشارك ببرنامج وعي، ووعي هو برنامج مهم جدا في وزارة التضامن الاجتماعي، بنعممه في جميع قرى حياة كريمة علشان نشتغل أكتر على تنشئة الأطفال والشباب على القيم الإيجابية وعلى التربية الإيجابية وعلى السلوكيات الإيجابية المصرية الأصيلة التي تربينا عليها واللي نحب أن المواطن المصري يتحلى بها. فكرة تنمية الوعي هو الهدف الأساسي للثقافة وللمعرض عموماً، فإحنا بنرحب بوزارة التضامن بحملة وعي الموجودة هنا، وزي ما كنا بنتكلم منذ دقائق عندنا أمنية أنه كل معارض الكتاب في الأقاليم كمان يبقى فيها حملة وعي، لأنه تمام الرسالة هو وصولها لكل ربوع مصر. ومع تواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب يواصل الجمهور التوافد على قاعات المعرض بأجنحته المتنوعة. بالنسبة للكتب اللي أنا بحب أقراها، أنا بحب أقرأ كتب الرعب والساسبنس والحاجات دي. يعني هو بصراحة التنظيم من السنة دي من أفضل السنين، يعني أنا من 2014 أو 2015 بحضر في معرض الكتاب، حرفيا أفضل سنة. طبعا ما حضرتش السنة اللي فاتت في شهر 6 عشان كان كورونا وكده، وكان الجو كان حر، فما حبيتش أن أنا أحضر في الأجواء دي، بس التنظيم كويس جدا. المعرض يشارك به هذا العام أكثر من 1000 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا يمثلون 51 دولة موزعين على 5 قاعات للعرض. دور النشر السنة دي عاملة شغل هايل، نازلين بروايات عديدة ومتنوعة، كتب علمية وفي روايات تاريخية، يعني أي وفي فانتازيا، في رومانسي، في كل حاجة، وفي كمان روايات واقعية اجتماعية بتبرز قضايا مهمة في المجتمع، فبالتالي أي قارئ هيفكر إن هو يجي وكده هيلاقي أي لون هو بيفكر يقرأ فيه. إحنا بنشارك بإصدارات متنوعة كتير، سواء كتب أو روايات، كتب بتغطي أغلب يعني الأنواع، مثلا سواء تاريخي أو فلسفي أو علم نفس، تنمية بشرية، والروايات برضو روايات متنوعة سواء رومانس، فانتازي، رعب. فعاليات المعرض تتواصل لليوم الخامس وتنوعت بين الندوات الفنية والثقافية والأنشطة التي تناسب وتجذب مختلف فئات الأسرة المصرية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة توجيه برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لغير مستحقيه نتيجة وجود أخطاء في قواعد البيانات، وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على انتظام صرف برنامج تكافل وكرامة بشكل طبيعي لكافة الأسر المستحقة والمنطبق عليها شروط الاستحقاق، حيث يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين بالبرنامج. وأشارت الوزارة إلى أن عدد المستحقين لتكافل وكرامة وصل إلى 3.85 مليون أسرة بإجمالي 14 مليون مواطن بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهريا و20 مليار جنيه سنويا. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الدوعيات الصحية والخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لمليون و300 ألف مواطن بمحافظات الصعيد في محافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا وأسوان،
وأوضحت الوزارة أنه تم عقد 150 ندوة تثقيفية ضمن أسبوع التوعية الصحية بمحافظات الصعيد في مصر، كما تم إطلاق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة للكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان. كما أكدت الوزارة توفير فرق من الأطقم الطبية والتواصل المجتمعي لتنظيم زيارات للمواطنين من ذوي الهمم في مقار إقامتهم لتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا. واصل محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي افتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة حلي، كما التقى مع المواطنين وأجرى جولة موسعة في قرى رأس حدربة وأبو رماد، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. وخلال جولته الموسعة في مدينة حلايب، افتتح محافظ البحر الأحمر محطتي رفع وتحلية لإنهاء أزمة نقص مياه الشرب برأس حدربة وأبو رماد، مؤكدا أن قرى ومدن الجنوب تتصدر أجندة التنمية لدى القيادة السياسية. الآن مشاهدينا الكرام، موعدنا مع أخبار المال والأعمال، الجولة الاقتصادية ومصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين، وشكرا نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال لنشرة التاسعة أهم ما فيها. انضمت مصر رسميا إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة لتصبح واحدة من دولتين بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر. وقالت وزارة المالية في هذا الإطار إنه من المتوقع أن تدخل مصر ب 14 إصدارا بقيمة إجمالية 26 مليار دولار، وتكون نسبتها في هذا المؤشر 1.85%، بما يمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصري بالعملة المحلية. وأضافت الوزارة بأن انضمام مصر إلى هذا المؤشر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة. أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أهمية الاستمرار في زيادة أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار الجديدة بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي. وخلال انعقاد الجمعيات العامة لشركات جابكو وعجيبة والفرعونية لاعتماد الموازنات الخاصة بها، أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن الاستمرار في تطبيق التكنولوجيا الحديثة واتباع أعلى معايير السلامة والجودة وحماية البيئة، فضلا عن العمل على ترشيد الإنفاق وتقليل التكاليف والتأكيد كذلك بعد التحول الرقمي كأحد أولويات قطاع البترول لدعم اتخاذ القرار. على هامش مشاركتي في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية، التقى وزير الزراعة بمجموعة من المستثمرين العرب والأجانب المشاركين في المؤتمر. وخلال اللقاء استعرض الوزير أفاق الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في مصر، وأطلع المستثمرين على حزمة الحوافز الجديدة التي تقدمها الدولة في هذا المجال، خاصة بعد تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاح التشريعي وكذلك الطفرة غير المسبوقة في مجال البنية الأساسية. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات وسط أحجام التداول منخفضة، وقد ارتفع رأس المال السوقي بنحو 404 مليارات و600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 741.8 مليار جنيه. هذا وقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 29% ليغلق عند مستوى 11490 نقطة. الارتفاعات امتدت إلى المؤشر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بما نسبته 77% ليغلق عند مستوى 2118 نقطة. هذا وقد صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بما نسبته 96% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة.
من أسواق المال إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اللي يسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها و66 قرشا للشراء و15 جنيها و76 قرشا للبيع. بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 17 جنيه و46 قرشا للشراء و17 جنيه و58 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 21 جنيه للشراء و21 جنيه و13 قرش للشراء. وبالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة تراجع سعر الذهب العالمي ليصل إلى 1787.7 دولار للأوقية. أما على الصعيد المحلي فسجل الذهب عيار 18.675 جنيه، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 787 جنيه للجرام، في حين سجل الذهب عيار 24 ما قيمته 900 جنيه. وأخيرا الجنيه الذهب والذي وصلت قيمته إلى 6296 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط، إذ أدى نقص المعروض والتوترات السياسية في شرق أوروبا إلى وضع الأسعار على مسار تحقيق أكبر مكاسب شهرية في نحو عام واحد. وقد ارتفع خام برنت القياسي بما نسبته 66 سنتا أو ما يعادل 0.7%، ويصل في نهاية الأمر إلى 90 دولار و69 سنتا للبرميل الواحد. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 51 سنتا للبرميل أو ما يعادل 0.6% ليصل إلى 87 دولار و33 سنتا للبرميل الواحد. أكد مسح لرويترز أن إنتاج أوبك النفطي في يناير لم يصل مرة أخرى إلى حد الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع الحلفاء، وذلك يسلط الضوء على الصعوبة التي يواجهها هذا القطاع وبعض المنتجين لضخ المزيد من الخام حتى مع وصول أسعار النفط لأعلى مستوى منذ 7 سنوات. وجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ضخت ما يقرب من 28 مليونا و10 آلاف برميل يوميا في يناير، بزيادة قدرت ب 210 آلاف برميل عن الشهر السابق، لكن هذا أقل من الزيادة المسموح بها بموجب هذا الاتفاق، وهو اتفاق الإمدادات والتي يبلغ 254 ألف برميل يوميا. وصلنا معكم لنهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، أعود من جديد لاستكمال ما تبقى في نشرة التاسعة مع يوسف عبدين ونهى توفيق. شكرا جزيلا لك مصطفى ميزار. لقي نحو 18 شخصا على الأقل مصراهم إثر هطول أمطار غزيرة في ولاية ساو باولو بجنوب شرق البرازيل، وتسببت أيضا بانزلاق للتربة. وقال مكتب حاكم ساو باولو في بيان له إن الفيضانات التي بدأت يوم الجمعة الماضي تسببت في مصرع 18 شخصا من بينهم 7 أطفال وبتشريد نحو 500 أسرة. وأعلن حاكم الولاية تخصيص نحو 2 مليوني دولار لمساعدة المدن 10 الأكثر تضررا في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البرازيل. والآن مشاهدينا الكرام إلى أخبار الرياضة. الجولة الرياضية نعود فيها مرة أخرى إلى مصطفى ميزار، إليك مصطفى. من جديد شكرا يوسف وشكرا نهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عالم الكرة والساحرة المستديرة محليا وعالميا تتابعون فيها. ضرب المنتخب الوطني موعدا مع نظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم، وجاء هذا بعدما تغلب منتخب الفراعنة على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ماراثونية امتدت لشوطين إضافيين. بعد مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية، تأهل المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بالدور ربع النهائي على ملعب أحمد أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية يوندي. إن شاء الله نجيب التمنة
ومنتخب مصر قدها يعني باذن الله. احنا رجاله وقفنا في الملعب كذا مره وانتصرنا، واحنا قدها قدها وقدود كمان عشان احنا تعبنا لاجلها، وان شاء الله هنجيب تمن. ان شاء الله مصر هتشرفنا زي ما شرفتنا في الماتشات اللي فاتت، واحنا متوقعين ان شاء الله مصر هتقدر تقدم نتيجه كويسه وهتقدر ترفع راسنا قدام العالم كله. وانا متوقع كمان النتيجه هيبقى في فارق في الاهداف بيننا وبين الكاميرون، مش هنوصل لضربات الجزاء باذن الله. احب اقول لهم ان في 100 مليون وراكو، انتوا 11 راجل بيمثل 100 مليون، بيمثل الوطن العربي كله، لان انتوا ممثل العربي الوحيد اللي موجود دلوقتي. البطوله بتاعت مصر، لان مصر حملت الرقم القياسي بسبع بطولات، والمفروض ان انتوا اولى الناس ان انتوا تاخدوا البطوله. احب اقول لهم ان احنا في ظهركم، الشعب المصري كله في ظهركم، انتوا فعلا شرفتونا وشرفتوا الشعب المصري، وفعلا يعني كان في روح، ودي اللي خلقت النتيجه امبارح في الماتش، وكان في حماس من اللعيبه، وقدرنا دلوقتي لما بيجي فينا جون بنعرف نرجع تاني. طبعا محمد صلاح يعني في حته تانية، الروح اللي بيلعب بيها، اللعيبه كلها رجاله، من اول ابو جبل والشناوي ومحمد صبحي من الدفاع لحد الهجوم كلهم رجاله. المنتخب المغربي كان المبادر بالتسجيل عندما تحصل اشرف حكيمي على ركله جزاء نفذها زميله سفيان بوفال ليتقدم المغرب في الدقيقه السابعه، وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقه 53 ارسل لاعب الفراعنه عمر مرموش ركله ركنيه حولها المدافع محمد عبد المنعم بضربه راس نحو المرمى، ابعدها حارس المغرب ياسين بونو لترتد الى محمد صلاح الذي ادرك التعادل للمنتخب المصري، وانتهى الوقت الاصلي للمباراه بالتعادل بهدف لمثل، ليمتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية والتي شهدت هدف الفوز والتأهل لمنتخب الفراعنة، وذلك من هجمة سريعة في الدقيقة 100 حيث وصلت الكرة إلى صلاح الذي راوغ مدافع المغرب وأرسل تمريرة عرضية منخفضة وضعها محمود حسن تريزيجيه في الشباك ليضرب المنتخب الوطني موعدا مع الكاميرون في مباراة الدور نصف النهائي. إذن هي أشياء تتوارث عبر الأجيال، هكذا امتدح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المنتخب الوطني بعد عبور المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد ليواجه الكاميرون أصحاب الأرض في نصف النهائي. ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر تويتر صورا من هذه المواجهة، مواجهة مصر والمغرب، وعلق بهذه العبارة: هي أشياء تتوارث عبر الأجيال، روح الفراعنة والتي ليس لها مثيل. هذا ونرصد لكم مشاهدينا الكرام تاريخ مواجهات المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني من خلال هذا العرض التالي. محليا تأهل الإسماعيلي إلى الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة بعد فوزه على ضيفه الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بالمسابقة، وبهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد الجونة عند 5 نقاط في المركز الرابع. في البطولة ذاتها تغلب المقاولون العرب على ضيف سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وبهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد سموحة عند 7 نقاط في المركز الثالث. ما زلنا مع كأس الرابطة، حيث فاز الاتحاد السكندري على ضيف فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مواجهات المجموعة الأولى، وبهذا الفوز رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد فيوتشر عند 12 نقطة في صدارة المجموعة. أعلن النادي الأهلي قائمة اللاعبين المغادرين من القاهرة إلى الإمارات العربية المتحدة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، والتي سيخوض فيها الفريق الأول مواجهته بها يوم السبت القادم أمام مونتيري المكسيكي، وجاءت القائمة على هذا النحو.
سريعا مشاهدينا الكرام انتهت هذه الجولة في أخبار الكرة والملاعب، أعود من جديد لاستكمال ما تبقى مع يوسف عبدين ونهى توفيق. شكرا لك مصطفى. في ليلة رأس السنة القمرية تزينت محطة الفضاء تيانغونغ بزينة حمراء تقليدية احتفالا بأول عام جديد لرواد الفضاء الصينيين في الفضاء. ظهر ثلاثة رواد فضاء صينيين وهم يزينون وحدة تيانه الأساسية بأبيات الشعر ورسومات تقليدية تخص العام الجديد. ووفقا لوسائل إعلام صينية فإن كافة الزينات أخذها رواد الفضاء الثلاثة الذين سافروا إلى الفضاء على متن مركبة الفضاء الصينية شينزو في شهر أكتوبر الماضي للإقامة لمدة 6 أشهر. والآن إلى آخر أخبار الطقس. إليك ميزار، تفضل. مرة أخرى شكرا نهى، وأخيرا وشكرا أيضا يوسف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة في هذه النشرة، نستعرض مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل في بعض المناطق إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. أما بالنسبة للظواهر الجوية فتتواجد الأتربة العالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للبعض للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. درجة الحرارة العظمى في القاهرة 18 والصغرى 10 ويكون الجو فيها مائل للبرودة. في الأسكندرية 18 10 يكون أيضا الجو فيها مائل للبرودة. في مطروح 17 10 مائل للبرودة. في بورسعيد 18 10 مائل للبرودة. في الإسماعيلية 19 9 مائل للبرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 19 والصغرى 10 ويكون الجو مائل للبرودة. في العريش 17 8 ويكون الجو مائل للبرودة. في طابة 17 10 أيضا مائل للبرودة. في شرم الشيخ 19 13 أيضا يكون الجو هناك مائل للبرودة. وفي الغردقة 20 12 مائل للبرودة. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 20 والصغرى 7 ويكون الجو مائل للبرودة. وفي أسوان 20 7 مائل للبرودة. في الوادي الجديد 20 6 مائل للبرودة. في شلاتين 22 12 ولكن هنا الجو معتدل. وفي حلايب 20 13 يكون الجو مائل للبرودة. الآن مشاهدينا الكرام نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. بعد استعرضنا مشاهدينا الكرام لدرجات الحرارة نترككم الآن مع أهم لقطة لليوم.
انتهت نشرة التاسعة وبقي التذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي. البرهان يؤكد حرصه على مواصلة الحوار مع كافة الأطراف لتحقيق الانتقال السياسي في السودان. بايدن يجدد مطالبته لروسيا بالالتزام بالدبلوماسية بشأن الأزمة مع أوكرانيا ويحذر من عواقب أي هجوم محتمل. ختام نشرتنا لكن هواء التاسعة مستمر مع حضراتكم مع الإعلام يوسف الحسين. مساء الخير يا يوسف. مساء النور يا نوها. ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ تحياتي وتهنئتي على الكرافات الجميل ده. مشكورك دايما كده. تحياتي ليك. وامبارح كانت الفرحه على وشوش المصريين كلهم، وان شاء الله في اللقاء المرتقب مع الكاميرون باذن الله هنفرح وهنسعد كمان باذن الله. الرجاله هتعملها مره كمان باذن الله. ده وقدود. شكرا جدا ليكم. شكرا. وشكرا لكل صناع التاسعه، ونستاذنكم نبدا فقراتنا.